حياه الراكون ليست سهله، لذا قرر تافي وضع ربطه عنق، وهو الان قط كما يبدو. اذا هذه الماعز اصبحت الان قطه، هذه الزرافه قطه، قطه 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 قطه. ولكن عندما يفقد تافي ربطه العنق فتصبح هناك مشكله. لا تفوتوا حلقة جديدة من تافي، القط الراكون المفضل لديكم، من الاثنين إلى الجمعة في الأوقات التالية على بومرانج.